نحن في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم نعقد مؤتمرا صحفيا تضامنا مع أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وخاصة ضد قرار التعسفي الذي اتخذته مصلحة السجون لمنع أهالي أسرى حماس من زيارتهم. إننا نؤكد بأن هذا الإجراء العنصري التعسفي ضد أهالي أسرانا حماس هو قرار تعسفي وعنصري ومرفوض، ونحن نطالب المؤسسات الدولية أن يكون لها موقفا واضحا للضغط على مصلحة السجون الإسرائيلية لإلغاء هذه القرارات التعسفية بحق أسرانا. لأننا نؤكد بأن أسرانا البواسل غصبا رغم عن الاحتلال سينتصرون على مصلحة السجون الإسرائيلية، وإننا من هنا نطالب العالم أجمع، العالم الحر والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية أن تعمل جاهدة لإلغاء هذه القرارات العنصرية التعسفية. يأتي القرار العنصري الإسرائيلي بمنع أسرى حماس من حقهم في الزيارة في إطار التشديدات والتصعيدات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، حيث أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتصرف وكأنها دولة فوق القانون غير قابلة للمحاسبة أو الملاحقة. وبالأمس نحن في مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح صدر عنا تنديد بهذه الجريمة العنصرية الإسرائيلية التي تهدف للنيل من إرادة الحركة الوطنية الأسيرة وتفريق الصف الوطني الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما أننا في مفوضية الأسرى والمحررين ندين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف النائب خالد جرار. تعنت صهيوني واضح بمنع أهالي وذوي أهالي حركة المقاومة الإسلامية حماس، تم منع ما يقارب 113 أسير بمنعهم من زيارة أهاليهم. هذا أمر خطير جدا، لذلك نطالب الجميع، نطالب المؤسسة الصليب الأحمر، المؤسسات الدولية، المندوب السام لحقوق الإنسان بضرورة التدخل لوقف هذا القرار. اليوم كان هناك إضراب 30 أسير في سجن النقب، وهناك تدهور خطير في السجون الصهيونية. إذا استمر هذا المنع سوف يكون هناك خطوات تصعيدية من قبل جميع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيونية. رسالة في أكثر من اتجاه، قد تكون إحدى الرسائل لها علاقة بالأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى حماس، ومطلوب فتح بوابة من أجل حوار ما بين حماس وما بين الاحتلال من أجل إخراج يعني المختطفين من الإسرائيليين لدى حماس. أنا بقول إنه منع الزيارة مرفوض جملة وتفصيلا، هذا حق أقرته الاتفاقيات الدولية والقوانين، عرف تعارف عليه كل العالم بزيارة ذوي الأسرى لأسرائهم، وبالتالي مطلوب بغض النظر رسالة لحماس أو لغير حماس. إحنا بنقول الرسالة الأساسية أنه مطلوب أن يتم زيارة كل الأسرى داخل سجون الاحتلال، وأن يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في إضراب الأسرى، من زيارة الأسرى، من التعاطي مع الأسرى بشكل حقيقي. وبالتالي هذا هو ضغطنا الحقيقي وهذا دورنا الحقيقي.